رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. إلى هذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم الاشتراك في القناة مع ضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذن اليوم جبت لكم وصفة رائعة، شليطة الباذنجان التونسية. الوصفة هذه تونسية، كنت عملتها حطيتها في مائدة الإفطار، لكن ما درت لكمش يعني الوصفة، كنت وريت لكم يعني سلطة الباذنجان بالفلفل، لكن شليطة الفلفل بلوازم أخرى اللي هي وصفة تونسية بالمئة. اليوم احنا عملت لكم فيديو تلبية للأخوات اللي سقسوني قالوا لي هذيك الحاجة اللي فيها الزيتون من الفوق وشن هي. إذا هنا نحتاج حبة تاع الباذنجان حجم كبير، نحتاج إلى حبيبة تاع الفلفل. تحب دير الحلو دير الحلو، تحب دير الحار يعني دير الحار. هنا راح نديرها بالحلو. نحتاج الى حبه تاع الطماطم تكون حجم كبير، نحي لها هذيك القشره يعني ناخذ اللحمه فقط. هنا نحتاج زوج سنينه تاع الثوم، حبه بصل صغيره. نحتاج هنايا يعني سربطه تاع المعدنوس، ناخذ الاوراق فقط. نحتاج هنايا تقريبا 81 غرام تاع الزيتون مقطع يعني اخضر بدون عظام ومقطع. اذا اول شيء نروحوا لكيفيه التحضير. أول شيء نروح نشوي الفلفل والباذنجان. أول شيء نشوي الفلفل مع الباذنجان فوق طابونة، يعني ضروري جدا خاصة الباذنجان، يعني لازم نشويها فوق الفرن. يعني الفلفل تقدروا تشويوه في الكويزينية ولا في الفوق. بعد ما شويت الفلفل نقيته مليح، قطعته انا كذلك الباذنجان لما شويتها، يعني هنايا نقيتها حطيتها بجهه. نروحوا للمرحله المواليه. ثم هنا في مقله درت شويه زيت الزيتون، راح نضيف الفلفل، نزيد رشه ملح، ونحمص مليح الفلفل تاعي حتى يعني يتقلى ويدخل له البنه تاع زيت الزيتون ويتحمص مليح يعني يتقلى. الان نروح للمرحله المواليه، قطعوا الباذنجان، قطعوا الى قطع تكون كبيره شويه لانه الباذنجان خفيف، يعني غير نحركه ولا يعني راح يذوب. ثم نقطع البصل، نبصل كذلك ما شاء نقطعو كبير نقطعو صغير هكذا، ديروه على حساب الرغبة تاعكم، تحبوا تكثروا تحبوا ما تكثروش. ثم نضيف المعدنوس، المعدنوس كذلك نقطعو رقيق بزاف فقط باش يعطيها هذاك الطعم الرائع، ذيك الرائحة الطيبة. المعدنوس مفيد جدا للصحة. ثم نزيد الطماطم، الطماطم لازم تنحولها كامل الزريعة هذيك وتعصرها من الماء تاعها. يعني نديرو اللحمة فقط نقطعوها صغيرة. ثم نضيف الزيتون ونضيف الفلفل اللي كنت قليته هكذا. إذن هنا نروحو كيفية تحضير لافينيغات يعني لاصوص لهاد السلطة. هنا عندي زيت الزيتون، راح نضيف لها عصرة ليمون
ولا ما عندكمش الليمون تقدروا ديروا عصارة تاع عفوا تقدروا ديروا ملعقة تاع الخل، ديروا رأس الملعقة تاع الفلفل الكحل، ملح، ونضيف الثوم اللي كنت قلت لكم نحتاجو زوج سنينات، إلا كانت كبيرة نديرو سنينة واحدة. نخلط جيدا، بعد نسقي السلطة تاعي، نتلاقاو على طبق التقديم. كما راكو تلاحظوا الشليطة تاعي هنا راهي واجدة بعد ما حركتها، أضفت لها كمية من زيت الزيتون من الفوق وقدمتها هنايا مع الكسرة. كما راكم تلاحظوا خبز فطير اللي تلقاو الوصفة تاعو في صندوق الوصف. نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم نالت الإعجاب تاعكم، وإلا عجبتكم الوصفة ديروا جيم للفيديو، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو وشاركوا به الأصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.